السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. دايما كنا بنقول لكم انه صعب تسيح الدهون اللي على جسم الطائر واللي مسببه له قطع انتاج البيض، خصوصا الدهون اللي عند مخرج البيض. دايما بنقول لكم ان الموضوع بياخد وقت وبياخد مجهود، ودايما بنوعدكم ان احنا نقول لكم على الطريقه، واتكلمنا عنها قبل كده بس مش بالتفصيل. النهارده هنقول لك ازاي تقدر تخلي الفرخه البياضه اللي عندها دهون عند مخرج البيض تخس وترجع تبيض تاني عادي، ومخرج البيض يتفتح وتسيح الدهون اللي عليه. الطريقة بخطواتها من البداية لحد النهاية هنقولها بالتفصيل ان شاء الله، لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. مبدئيا يا جماعة لازم نكون عارفين حاجة مهمة جدا، وهي ان مشكلة الدهون دي مش بيبقى معاها اي مشاكل تانية. يعني الدهون في حد ذاتها هي اعراض وما تعتبرش امراض. يعني ايه؟ يعني لما حضرتك تأكل الطيور بتاعتك اكلات فيها دهون او فيها نشويات او فيها اي حاجة تخلي الطائر يربي دهون، الطائر هيتخن عادي جدا، والتخن ده عرض مش مرض، لكن بيتحول في بعض الاحيان وبعض الحالات لانه يكون تخن مرضي، يعني زي السمنة المفرطة كده عند الانسان. السمنة المفرطة بتؤدي الى مشاكل صحية تانية، تمام؟ بتخلي مثلا الانسان او الطائر لما يكون عنده دهون زيادة حركته اقل، مش عارف يتحرك بسهولة، بياكل بشكل مختلف وبياكل كتير علشان يشبع رغباته، عنده شراهة للاكل، كل الكلام ده بيحصل، تمام؟ فانت لو مش مظبط الروتين اليومي بتاع الفراخ بتاعتك، انت مش هتعرف تاخد من الطائر اي انتاج اصلا، بعيدا عن فكرة انه هيتخن ولا لا، تمام؟ انت كده لازم تديله احتياجاته من غير ما تضره، لان هو ما عندوش عقل، هو بياكل اللي انت بتقدمه ليه وبيتعود عليه وبيفضل ياكله على طول ومش بيغيره. فالموضوع ببساطة ان انت هتمشي الطائر على روتين هشرحه لحضرتك علشان يرجع تاني يقدر يبيض وتسيح الدهون بالتدريج. الموضوع بياخد وقت؟ اه بياخد وقت. الموضوع ينصح بيه؟ انا شخصيا لما بقابل فرخة مثلا عندها دهون ما بيبقاش عندي خلق ان انا ادخلها بقى في الروتين ده وافضل يعني براعيها علشان تخس، لان الموضوع بياخد وقت. لكن هنحاول النهاردة نقول لكم طريقة تخلي الموضوع يخلص بسرعة علشان الناس اللي عندها فعلا يعني عندها فراخ وزنها زاد وعندها دهون على مخرج البيض وعايزة تتعامل معاها بشكل سليم وصحي ومش عايزة تذبحها. في ناس عندها فراخ ومش عايزة تذبحها، عايزة تستفيد بيها تعالجها من مشكلة السمنة. فنمشي على الروتين بتاع النهاردة ان شاء الله اللي هنشرحه بالتفصيل. دلوقتي احنا اول حاجة لازم نعملها ان احنا بنغير طريقة الاكل. احنا هنتكلم عن السلوكيات بتاعة الاكل، وكمان هنتكلم على حاجة هنضيفها على الاكل، تمام؟ الطريقة بتاعت الاكل لازم تتغير. احنا بندي علف، تمام؟ البروتين بتاعه بيكون عالي، بنهتم بالبروتين. البروتين مش هيسبب لنا سمنة، تأثير البروتين على السمنة طفيف جدا، طفيف جدا، لانه بيكون لحم مش دهون. وتكوين اللحم ده اعتقد انه عند مرحلة معينة في عمر الطائر بيتوقف نسبيا وبيبقى ضعيف جدا وطفيف جدا. انت كده نسبة البروتين اللي هتديها للطائر يدوبك تخليه نشيط ويتحرك ويكون انتاج، مش هيتبقى جزء كبير يكون لحم. وحتى لو كون لحم، اللحم مش مضر من ناحية انتاج البيض. المشكلة في الدهون وفي السمنة، مشكلة حقيقية في النشويات اللي بتدخل تتحول الى دهون وسمن. فاحنا بندي علف نسبة البروتين فيه كويسة جدا، لكن مش بندي اكتر من 50 جرام. ده اول سلوك هنعمله بالنسبة للطيور بتاعتنا، وكمل معايا لحد الاخر علشان موضوع مليان تفاصيل مهمة. هندي الطيور الفرخة الواحدة 50 جرام، الفرخة اللي عندها دهون او بيسموها مليسة، تمام؟ بيسموها مليسة، دي فرخة عندها دهون عند مخرج البيض، تمام؟ فدي تديها 50 جرام بس من ايه؟ من العلف اللي نسبة البروتين فيه عالية. كمان هنقطع تماما النشويات، الشامي الاصفر، الشامي الابيض، الشيشة، العيش، كل الحاجات اللي فيها نشويات هنقطعها تماما. واحد هيقول لي طيب في الشتاء ده الطيور دي هتجوع جدا، يعني ممكن يحصل لها حاجة من الجوع؟ اقول لك لا، مش هتجوع، او حتى لو جاعت
هي اكيد هتجوع طبعا، حتى لو قاعد مش هتتعب، مش هيجي لها مرض يعني، تمام. هي بالعكس انت كده بتديها علاج، مع الوقت انت هتخليها صحتها افضل، لكن هي طبعا هتشعر بالجوع، ممكن تصدر اصوات كده وتزعق وتصرخ علشان مفيش اكل، لكن انت هتديها البديل، مش هتسيبها من غير اكل. البديل بتاع النشويات هي الخضروات، خضروات كتيرة بقى، وجبة مشبعة ووجبة تانية مشبعة من الخضروات ورا بعض، تمام. بعد وجبة العلف يعني بدل وجبة العيش بتاعت بالليل هتديهم وجبة خضروات تانية، تمام. هتسيب لهم الخضروات قدامهم طول النهار لحد بالليل ولحد المغرب ولحد العشاء كمان، تمام. هما كده كده هيناموا بدري علشان خاطر ايه، مش لاقيين حاجة ياكلوها وهيتعودوا على النظام ده، فانت هتسيب لهم الخضروات وجبة مشبعة، كمية كبيرة من الخضروات قدامهم طول النهار لحد بالليل لحد العشاء. في الاول هتلاقيهم مش بياكلوا ومش بيتجاوبوا مع الخضروات، تلاقيهم بياكلوها ببطء او مش راضيين بيها قوي، مش عاجباهم الخضروات. ساعتها انت بقى ايه تقول، لا انا لازم الحقهم بالاكل الجديد. اقول لك لا، مش كده، انت مش هتلحقهم بسرعة، انت بتلحقهم اصلا عن طريق ان انت بتمنع عنهم النشويات دلوقتي، دي اهم حاجة، فما يصعبوش عليك، تمام. سيبهم وهياكلوا الخضروات مع الوقت، وهتطلع السطح تلاقيهم ناسفين السطح ومخلصين كل الاكل بدون اي مشاكل خالص، وما تقلقش من الناحية دي، مع الوقت هيتعودوا، لان الجوع هيخليهم ياكلوا خضروات عادي جدا، تمام. ده بالنسبة للخضروات، وده الروتين اللي هنمشي عليه. حلو طبعا نكتر المياه دايما قدامهم، المياه تكون موجودة باستمرار. برضو من الحاجات اللي هنضيفها، الحاجة اللي جاي اتكلم عنها النهاردة هتساعد على حرق الدهون بشكل كبير جدا، وهي خل التفاح. خل التفاح من الحاجات اللي بتحرق الدهون، تمام. ده هنجيب منه معلقة كبيرة من خل التفاح على السقاية اللي هي لترين ونص او لترين من المية، تمام. معلقة كبيرة من خل التفاح على السقاية لترين ونص او لترين، حلو. ده هنديه للطائر كل يوم على قد ما نقدر، كل يوم على قد ما نقدر كل يوم لحد ما يخس تماما، تمام. لان انت كده مش بتديله اي حاجة فيها كربوهيدرات، فمش هيتخن، فهو هيوقف بناء الدهون، حلو، هيوقف زيادة في الدهون. هتديله بقى خضروات هتساعده انه يخس، تديله خل تفاح في المية هتساعده انه يخس. لو بقى عايز بقى تديله حاجة كده ايه تخليه يسخن اكتر ويحرق دهون اكتر، شوية شطة خفاف كده مع العلف الصبح، او شويه فلفل اسود خفاف كده مع العلف، حاجه بسيطه، ما تخليهوش يحتاج ياكل حاجه يعني، ما تخليهوش يفتح نفسه قوي، لكن حاجه بسيطه كده ايه تخليه يحرق دهونه، حتى لو فتحت له الشهيه مفيش مشاكل. كده كده احنا نديله خضروات، وجبه مشبعه هيتعود عليها مع الوقت، وهتبقى هي الوجبه المفضله كمان بالنسبه له. يعني هنقعد شهر ونص شهرين بالكتير، وهتلاقي الطائر سليم ومعافى من كل الدهون بإذن الله. وطبعا الموضوع ده هيتم بشكل أسرع لو صيف، لكن في الصيف له طريقة تانية وله يعني سلوك تاني وروتين تاني لازم نمشي عليه عشان نحافظ على صحة الطائر، لأن في الصيف مثلا ما ينفعش تقدم شطة، في حاجات هتختلف في فصل الصيف. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة، ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.